فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وإن كان فينا الآن من ينادون بفتح الوسائل، وأن هذا من التشدد، وأن منع الوسائل هذا من التشدد في الدين ومن الغلو، فلا اعتبار بنعيق هؤلاء. هذه أدلة الشرع واضحة ومستفيضة في سد الوسائل التي تفضي إلى المحاذير من الشرك والمحرمات والمعاصي. وقد عقد ابن القيم لذلك فصلا طويلا وهو قاعدة سد الذرائع، وذكر أن هذه القاعدة لها 99 دليلا أو 99 وجها، ذكرها في إعلام الموقعين وفي إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. نعم الشيخ، لو كان هذا لحاجة مع مرض ولا وجع، نعم، لو كان اتكاؤه في الصلاة أو في غيرها لحاجة، كان لحاجة زال المحذور، إنما إذا كان لغير حاجة